يعني ليميت دو اكس تكون الى زيرو ديال جذر واحد ناقص اكس ناقص واحد على اكس، يعني ليميت دو اكس تكون الى زيرو ديال جذر واحد ناقص اكس ناقص واحد على اكس. نشوفوا الطريقه اللي ممكن نستعمل هنا، هي نستعمل المرافق. اذا المرافق ديال هذا العدد هو واحد ناقص اكس زائد واحد على اكس عامل لجذر واحد ناقص اكس زائد واحد، يعني ضربت البسط والمقام في جذر واحد ناقص اكس زائد واحد. اذا ليميت دو اكس تؤول الى زيرو، اقلية في البسط جذر واحد ناقص اكس او كاري ناقص واحد، طبيعة الحال واحد او كاري اللي هي واحد، وفي المقام اكس عامل لجذر واحد ناقص اكس زائد واحد. اذا ليميت دو اكس تؤول ليميت دو اكس تؤول الى زيرو، او كاري مع الجذر حيدو، غتبقى ليا واحد ناقص اكس ناقص واحد على اكس عامل لي جذر واحد ناقص اكس زائد واحد. عددين متقابلين اللي هما واحد وناقص واحد، كذلك نحاول نختزل اكس واكس يساوي الباقي غتبقى ليا ناقص واحد، وندير التعويض المباشر هي جذر واحد ناقص زيرو زائد واحد، إذا الخارج هو ناقص واحد على جوج، كنعوض إكس بزيرو بالقيمة ديالها.